إن قرار تحويل بعض الخدمات الإدارية من الدوائر إلى البلديات لم يشمل إلا تلك التي تمس مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين، وقد تم حصرها من طرفنا في مختلف الوثائق وسندات تنقل الأشخاص والممتلكات، وهذا بعد تزويد كل بلديات الوطن بمراكز بيومترية تقوم حالياً بالتكفل بإجراءات استخراج جوازات السفر وبطاقات الوطنية البيومترية والإلكترونية للتعريف، لتقوم لاحقاً بالتكفل بإجراءات استخراج رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية وكذا البطاقة الرمادية الإلكترونية، وهذا بعد وضعهما حيز الخدمة مع بداية الثلاثي قبل نهاية الثلاثي الأول للسنة القادمة إن شاء الله. هذا دون أن ننسى بأن رئيس الدائرة بصفته أحد أجهزة الإدارة العامة للولاية يساعد الوالي في تنفيذ القوانين والتنظيمات وقرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي، وكذا في تنشيط وتنسيق ومراقبة أعمال البلديات.